لما قال السيد المسيح نتيجة تطوره بالوعي من أنا عبد الله، أنا ابن الله، أنا والآب. شوف التطور بالوعي، أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب في، ولتصنع على عيني. هي رسالة للإنسان إن تقوم قيامة الحقيقة فيه برفع سوية الطاقة، مش رفع بمعنى من مكان لمكان، هي أيضا دخول للعمق، عمق هالذرة اللي ما نوصل فيها للحق للموحد. شو اللي منعنا؟ معتقداتنا، أعمالنا، أفكارنا، أجسامنا القدرية. طيب والعمل؟ أنا حسيت إنه في بوادر جنة بالموضوع، فعلا هي الجنة الهادية المهدي اللي هي جنة عرفانية تسمو عن الزمان والمكان، ومعتقدات خرفة قيلت للأطفال بأزمنة معينة، للأطفال ما في مجال تواجه الأطفال بهي الحقائق، قيلت للأطفال إن الدار الآخرة لهي الحيوان. ليش؟ لأن بعد وعي ما بيناسب، صرنا الآن بوقت مفصلي حساس جدا جدا، بداية العصر الذهبي، وبالتالي هي مواجهة حقيقية. أنت والله واحد، خلص نفسك، الله موجود بداخل عمقك الوجداني، وبك تشوفه مشان تقدر تشوفه بعمقك الوجداني بخلقه، إذا أحسنت رؤيته بكل الناس بغض النظر عن القومية والعرق والجنسية والطائفية والدين والمذهب. حتى أنت عم تنجح باختبارات الحياة، عم تحطم حواجز وسدود حتى تدخل لهذا النبع، نبع الشباب الدائم، هو نبع الخلود. فالأساطير اللي رويت بالأديان رمزت ترميزا بالجنة والنار والله مفصول وقيام وكذا، ولا حقيقة كله هنا والآن موجود. طب شو اللي بيحجبنا عن هالوعي؟ طبعا الجنة ثمنها ذاتك كلك بدك تروح مشان تصير بالكل. لما بتبطل انت اي شيء بتصير مع الكل شيء، والذي يفنى يشاهد كل اسرار الوجود. الانا العقائدية حاجبتنا، انا ابن المذهب الفلاني والطائفة الفلانية واعتقد بالله مثلث، الاخر بيعتقده مربع كافر، انا مثلث الله الي، تبع المربع بليس شيطان هذا بيسحر، دولي سياسي ما في دول الآن ترفع لها القبعة بوصولها الراقي بقوانين العدل. هذه الدول إذا نبحث شوي بمنأى عن شيطني سياسي ما، أما شعوبها أيضا تئن، لأن علم ناقص جهل خير منه، في علم روحي بيشمل كل العلوم، هذا العلم لتكن طلباتكم إن تخلص أرواحكم من هالأمواج الوهمية، ساعتها تقضى كل حوائجكم. فنحن كوعي جمعي نستاهل كل شيء عم بصير، نستاهل الحروب عم نولدة من داخلنا، أمواجنا الفكرية، نستاهل العسرة، نستاهل الحكومات الظالمة، نحن اللي منولد الحكومات، نحن نولد والدينا المستقبليين، نحن اللي منولد عالمنا المستقبلي بأعمالنا بأفكارنا بمشاعرنا وهكذا. وين الله؟ الله شاهد أبدي بداخلنا، ومسرح الحياة هو الاختبار اللي علينا تجاوزه بمحبة، إذا قدرنا نشوف رسالة سلام ومحبة وإرادة إلهية وراء العدو مثل ما منشوفه وراء الصديق، وراء الخسارة مثل ما منشوفه وراء الربح، وراء النجاح والفشل، وراء الصحة والمرض، وراء الولادة والموت، نحن صرنا مع الحي الذي لا يموت. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. موت هذه الأنا لأعرف من أنا. فمع هذا الكلام في موجة توصل للي بيقدر يستلهمها، ساعتها بيعرف انه الله
جل جلاله عز وجل فوق مستوى أوصافنا ومعتقداتنا وتخميننا وظنوناتنا وأدياننا ومذاهبنا وأعمالنا وتصرفاتنا. وبالتالي هذه موجة أخرى غير الفكر والشعور والعقيدي، موجة أخرى يستلهمها من يستحق من عمقه الوجداني، بيفهمها بدون حتى لغة كلام، ومع هذا الكلام في موجة بتوصل لمستحقينا. والسلام.